ورحمة الله وبركاته، أهلا أعزائنا متابعي قناة أرض الملح في كل مكان، حياكم الله. منحة اليوم مقدمة من العبور الشمالية بالمملكة العربية السعودية. إذا أعزائنا المتابعين، الدول المؤهلة للتقديم، جميع دول العالم مؤهلة للمرحلة الدراسية هي مرحلة البكالوريوس. مميزات المنحة: هذه المنحة توفر دراسة مجانية ممولة بالكامل من سكن وتأمين علاج ومصروف شهري. الدراسة كما تعلمون متاحة للذكور والإناث، وهذه المنحة مخصصة بالمقيمين بالمملكة العربية السعودية وكذلك بمن هم خارج السعودية. وبالنسبة لموعد التقديم، تسجيل بالمنحة الدراسية متاح طوال السنة. ثم ننتقل الآن إلى شروط المنح الداخلية. يجب أن يكون المتقدم مقيما بالمملكة العربية السعودية، وأن يكون عمره بين 17 و25 لطلاب البكالوريوس، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية من السعودية، إلى غير ذلك من الشروط. ثم ننتقل إلى شروط القبول بالمنح الخارجية. يجب أن يكون عمر المتقدم بين 17 و25، وأن يكون لديه حسن السلوك والسيرة، وكذلك لائق طبيا، إلى غير ذلك من الشروط. نأتي الآن إلى الوثائق المطلوبة لطلاب المنح الداخلية. نحتاج شهادة الثانوية العامة، وكذلك صورة الإقامة، وما يثبت اختبار القدرات واختبار التحصيلي. أما بالنسبة للوثائق المطلوبة لطلاب المنح الخارجية، فنحتاج الشهادة الدراسية الثانوية وصورة جواز السفر. أعزائي المتابعين، نريد أن نخبركم أن مؤسسة أرض المنح تتيح العديد من الخدمات بطرق أكاديمية واحترافية، مثل مساعدة الطلاب في إعداد السيرة الذاتية وكتابة خطاب النوايا والدافع والرغبة وترجمة الوثائق الرسمية والتقديم على المنح بالنيابة عن الطلاب. فعلى الطلاب الراغبين في أحد خدماتنا السابقة تقديم من خلالنا وزيادة فرصتهم في القبول، يرجى منهم ملء الاستمارة الموجودة في أسفل الفيديو في خانة الوصف. وفي حالة وجود أي استفسارات وأسئلة، نرجو منكم التواصل معنا عبر هذه الأرقام أو على الإيميل الإلكتروني. أما الآن سوف نعود لكي نشرح كيفية التسجيل. نضغط هنا، سوف تجد قائمة بعنوان تقديم طالب مقيم خارج السعودية برنامج البكالوريوس، وسوف نملأ هذه الاستمارة ونعود إليكم بعد قليل. وهكذا إخواني وأخواتي، بعد كتابة جميع التفاصيل والبيانات ونتأكد من كتابة جميع الحقول، نضغط زر إرسال الطلب. وهكذا نكون قد أتممنا عملية التقديم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم القبول في الدنيا والآخرة، ونتمنى لكم التوفيق. نراكم في منحة أخرى، إلى اللقاء.